مساء الخير. اليوم ان شاء الله بسوي لكم طبقات المسالة، اكلة لذيذة وبتحبونها وايد. حطيت هنا زبدة وثلاث بصوص داقتينهم ثوم وبصل. بعد ما حطيت الدجاج خليت لونه شيء ابيض، بحط معلقتين من بهارات الكاري بصورتهم اياه، بحط معلقتين من الصلصة الحلوة الحارة، معلقتين كاتشب، ومعلقتين معجون الطماط، كله بصور لكم اياه ونخلط، ونص كوب كريمة الطبخ ونحمس. هاي الطبقة اللي بتكون الأخيرة، علبة قشطة وثلاث معالق جبن كرافت، وبنخلطهم في صينية بايركس. طبعا هنا أنا شاخل العيش، صفيته في الصينية وبصفي فوقي المسالة اللي أنا سويتها كامل، بصفيها كامل. الحين نحط القشطة ويا الجبن كامل، نوزعه وما بدأ عقب على الفرن من فوق بس تتحمر. بتدمنونها صدقوني، إدمان 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 هالأكلة، من كثر ما هي لذيذة، صدق صدق لذيذة لذاذة.